لجنة التحكيم الأفريقية في الكاف يا كابتن ناصر، هل بتقف مع الأخطاء دي؟ الأخطاء مهمة النهاردة، أنت بتتكلم يعني النهاردة لو الأهلي سهل المباراة زي ما حضرتك قلت، هل النهارده بيكون في مراجعه للاخطاء في مباريات افريقيا، خاصه المباريات اللي جايه مباريات صعبه؟ كابتن احنا قلنا حاجه مهمه جدا، انت قلت يا كابتن اسامه حاجه مهمه، دور المجموعات بيصعد يا كابتن هاني وبيصعد، وممكن فرقه ما تصعدش بسبب لعبه زي دي. النهارده الفار مش موجود، يبقى انا النهارده لما بختار الحكام يا كابتن اسامه لابد ان اختار الحكام الافضل عندي، سواء كان حكام ميدان او حكام مساعدين. النهارده للاسف الشديد النهارده الاهلي زي ما قلت سهل الدنيا، والنتيجه النهارده خلت الاخطاء يمكن مش مؤثره قوي، ولكن لو مباراة 1-0 أو 2-1 كانت هتبقى مشكلة.